سيطرت حالة من السعادة العارمة على أهالي المفرج عنهم من جماهير نادي الزمالك، وذلك بعد قرار النيابة العسكرية بالعامرية بالإفراج عن 236 مشجعا على إثر أحداث شغب مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبية على استاد برج العرب. استقبل الأهالي في محافظة الإسكندرية أبنائهم بسعادة غارمة أو غامرة في الوقت الذي شهد فيه محيط مديرية الأمن تواجد لعدد من الجماهير ابتهاجا بخروج أصدقائهم. كانت النيابة العسكرية بالعامرية بمحافظة الإسكندرية أمرت بإخلاء سبيل 236 مشجعا من جماهير نادي الزمالك، وذلك بعد أن قامت بحفظ القضية بعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال المحامين.